يواصل معرض أهلا رمضان بحديقة الأرمان تقديم أنواع مختلفة من السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية. هذا وتصل التخفيضات على السلع الغذائية المعروضة لنحو 30% لسد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بالإضافة لتوفير مستلزمات شهر رمضان الكريم. في إطار جهود الدولة لضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين قبل شهر رمضان المبارك، يستمر معرض أهلا رمضان بحديقة الأرمان مقدما أكثر من 80 سلعة متنوعة وعلى رأسها السلع الاستراتيجية. عندنا حضرتك اللحمة الكندوز البلدي واللحمة الضاني، لا فيها ولا تحتيها، كله عندنا مدعم ب 180 جنيه، بتاخده كله في قلب بعضيه، متشاور على الحتة اللي أنت عاوزها بتاخده على كل كيلو 100 جرام. في المنفذ الثاني مركز البحوث الزراعية، ده اللي جنب مدرسة السعدية جنب جامعة القاهرة. بنشتغل في جميع الأماكن من الساعة 9 الصبح حضرتك، بنبتدي بيع من 10 أو من 9:30 لغاية التشطيب لغاية انتهاء الكمية. هو حضرتك احنا لغاية الآخر دلوقتي لغاية الوقت الحالي أنا هنا في المعرض لغاية دلوقتي جالي لغاية دلوقتي كده 11 عجل. دقي جه حركة يجي بتاع يجي 13 14. أسعار مناسبة والحمد لله رب العالمين. الأكبر حضرتك شفت الرز عندنا كيلو 1000 جرام صافي ب 15 جنيه للجمهور. عندنا سكر كان بيباع ب 17 جنيه. كيلو عندنا يا ميش رمضان اسعار مناسبه جدا بالنسبه للسوق. الرز بيبقى 5 كيلو مثلا لكل مواطن، بننزل من 3-4 طن يوميا. تصل التخفيضات على السلع الغذائيه المعروضه ل 30% لسد احتياجات المواطنين من السلع الاساسيه، حيث تتنوع المعروضات من لحوم واسماك وارز وسكر والبيض بانواعه والخضروات، بالإضافة لمستلزمات شهر رمضان. جاية بصراحة أتفرج، قلت أخد فكرة لما سمعت إن في مبادرة هنا، فجيت قلت أخد فكرة في البداية، بس الأسعار كويسة يعني كل شيء متواجد من مفروشات ومن توابل ومن حاجات رمضان ومن ألبان ومن كل حاجة، فشيء جميل برضك يعني. ما شاء الله، والله الله أكبر، الأسعار زي الفل الحمد لله، ربنا يدومها نعمة. كويس، ربنا يبارك في اللي عمل كده. لسه متجول في المكان والله، بنشوف الاسعار، فبس لا فعلا الاسعار كويسه جدا هنا. يعني جايبين البطاطس ب 4 جنيه وبره ب 8، كرتونه البيض ب 96 بره ب 120، لا فالاسعار ما شاء الله كويسه، واللحمه برده سعرها كويس جدا. يفتح المعرض ابوابه من 9 صباحا وحتى انتهاء الكميات المعروضه، وكانت وزاره الزراعه قد ضاعفت الكميات المعروضه نظرا للاقبال الكبير من المواطنين وجوده المنتجات وانخفاض اسعارها ضمن مبادره خير مزارعنا الأهالينا. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.